الرحيم، طلبة الصف الأول الثانوي الأعزاء، مرحب بكم في سلسلة مراجعة الكيمياء للترم الأول 2022. هنحاول نراجع على الأبواب بسرعة، شرح مختصر تفصيلي للأبواب عشان اللي ما خدش باله الفترة اللي فاتت أو اللي ما ذاكرش أو اللي نسي يراجع بسرعة خلال الأيام الباقية على الامتحان ويكون جاهز. هنحاول نستدلكه شرح سريع للأبواب الأول والتاني والتالت في مقرر الكيمياء الصف الأول خلال فيديوهين أو ثلاثة تباعا النهاردة والأيام اللي جاية، وبعد كده هيتبعوا ده بمراجعة بقى إيه نهائية شاملة مع نماذج أسئلة امتحانات نظام جديد اختر زي اللي هتجيلك في نص السنة على التاب. في نماذج هتبقى محلولة ازودك بيها، وفي نماذج هتديك لينكات بحيث ان انت ايه تحاول تحلها بنفسك وتعرف اجاباتها. وعلى جميع الطلبة والطالبات في القاهرة الجديدة وفي مدينة نصر وفي الرحاب، يعني ايه اهتموا بالامتحانات دي، لان طبعا ايه الوزارة مهتمية كتير بالنظام الاسئلة الالكترونية الجديدة، لان ده النظام اللي هيستمر معاك لحد الثانوية العامة. فأرجو إن انتوا تشاهدوا الفيديو واعذروني إن أحاول أسرع شوية عشان إيه ما ياخدش منكم وقت طويل. يعني انت لو في جزئية مثلا إيه فاتتك ممكن ترجعها تعيدها تبص عليها. الثانوي النهارده هنوريكم حل اختبار تجربة على الباب الأول والتاني، شامل أسئلة مهمة جدا من أسئلة الوزارة الاسترشادية. بنوريك فيه طريقة الحلول بشيء من التفصيل. وزي ما انت عارف طبعا السنة دي الامتحان هيكون في المدرسة، اختر بنحاول ندربك على الأسئلة دي حسب تعليمات الوزارة كمدرسين أصليين معتمدين لمادة الكيمياء. وبننبهك إن أنت مفروض الأول عشان تختار الاختيار الصحيح لازم تعمل خطواتك مظبوط وتراجع مرة واتنين. وطبعا مع كثرة التدريب على الأسئلة المتنوعة هتلاقي إن شاء الله الأسئلة دي في منها طبعا أسئلة هتلاقي قدامك أو شبيه بيها في امتحان الترم. بص على طريقة الحل وحاول تحل الامتحان أكتر من مرة، احنا عاملين لك فرصة إن أنت تحل الاختبار أكتر من مرة بحيث إن أنت توصل للإجابة الصحيحة وتعرف أخطائك أول بأول. متابعني باستمرار على قناة كيمياء كده، مع خالص تحياتي أستاذ أشرف الهادي كبير معلمين الكيمياء بالقاهرة الجديدة، وشكرا.
شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أشرف الهيتي، تابعني وأي استفسار عن أي حاجة في التعليقات في قناة كيمياء كده. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أشرف الهيتي.